السؤال اللي فيه كتير من الطلبة المتقدمين للكلية الحربية والكليات العسكرية بيسألوه: هل في واسطة في الكلية الحربية أو أي كلية من الكليات العسكرية؟ وهل لو أنت معاك مبلغ كبير أو معاك رتبة أو حد تعرفه منصب عالي هيساعدك يعني إنك تبتدي الاختبارات زي بقية الطلبة المتقدمين للكلية الحربية؟ الإجابة على السؤال ده أكيد لا، مفيش حاجة اسمها واسطة في الكلية الحربية أو أي كلية من الكليات العسكرية. طب إيه هو السبب إن مفيش واسطة في الكلية الحربية أو أي كلية من الكليات العسكرية سواء كانت شرطة بحرية أو جوية؟ السبب هو ان الكليه الحربيه او اي كليه من الكليات العسكريه لازم يكون متوفر فيها مجموعه من الشروط، واكيد انتوا كلكم عارفين الكلام ده. لازم يكون في مجموعه من الاختبارات، كل طالب لازم يجتاز الاختبارات عشان يكون طالب في الكليه الحربيه. تمام. طب نفترض مثلا ان كان في واسطه بالكليه الحربيه او اي كليه من الكليات العسكريه، مع ان الواسطه بالكليه الحربيه والكليات العسكريه مفيش الكلام ده، لكن نفترض ان في واسطه بالكليه الحربيه او اي كليه من الكليات العسكريه، نفترض ان في واسطه المبلغ وبعد كده واسطه اللي انت لو في حد منصب عالي هيساعدك ان انت تبتدي الاختبارات زي بقيه الطلبه. اول حاجه المبلغ الكبير اللي هيكون معاك، اي مبلغ هتعمل ايه مثلا بالمبلغ اللي هيكون موجود معاك؟ هتروح قدام ضابط الكليه الحربيه وهتجيب المبلغ اللي معاك ده وتروح للضابط تقول له انا عاوز اتقدم للكليه الحربيه ومعايا مبلغ كبير كواسطه، لان انا مش عندي لياقه بدنيه، مش عندي اي قدره على تحمل الحياه العسكريه، ما اقدرش اقوم بالتمارين زي بقيه الطلبه. اكيد مفيش انسان عاقل يقوم بحاجه زي كده، ان هو يفكر ان هو يروح للكليه الحربيه وياخد معاه مبلغ، واكيد الكلام ده ما يحصلش. تمام. بعد كده هنفكر في حل تاني، وده كان افتراض برضو. ونفترض لو انت معاك مبلغ كبير ورحت لاي حد تعرفه وقلت له ان هو يساعدك ان انت تقدر تجتاز الاختبارات وخد المبلغ ده وساعدني ان انا اجتاز الاختبارات زي بقيه الطلبه، وحاول ان انت تدي لاي حد هيساعدني. فدلوقتي انت ما بتتكلمش في واسطه الكليه الحربيه، انت بتتكلم في حاجه اسمها رشوه، والكلام ده ما فيش حد بيساعدك اللي انت تقوم به، ولو في اي حد ساعدك انت بتتعرض لمساله قانونيه، واي حد ممكن يفكر ان هو يعمل حاجه زي كده، لان مش حد قابل ان هو يعمل حاجه زي كده، ولا حد هيسمح لك ان انت تقوم بحاجه زي اللي انت بتتكلم عنها دلوقتي. طب في حال تاني تقدر تقوم به، اعتبر بالوقت ان الموضوع مشى وكل حاجه تمام، وده برضو افتراض مع ان مفيش كلام من اللي احنا بنتكلم عنه بيحصل دلوقتي، وبدات في اول اختبار من اختبارات الكليه الحربيه والمبلغ مشى وكل حاجه بقت تمام. اول حاجه تبدا في سحب الملف، وسحب الملف بيكون عباره عن بيانات انت بتملاها: الاسم، السن، العنوان، المؤهل، الشعبه، مجموعك في الثانويه العامه، اسم والدك، والدتك، الوظيفه، كل الحاجات اللي بتكون عن حياتك الشخصيه وعن والدك وعن العائله، وبتكون في تحريات موجوده، فبتكون حاجات عامه وسهله وبسيطه كل طلب تقدر تقوم بتمليل البيانات دي. طب اعتبرك قدرت ان انت تعدي من سحب الملف وكل طلب تقدر تعدي منه. بعد كده هتبدأ أول اختبار من الاختبارات، هو اختبار السمات، والاختبار بيكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة. الأسئلة بتكون عبارة عن أسئلة عامة عن الوطن، بتكون أسئلة أنت درستها قبل كده في المدرسة وحاجات بسيطة، فاعتبرك دلوقتي نجحت في اختبار السمات ومش أي مشكلة. أول لما بتنجح في اختبار السمات بتبدأ أجهز للكشف الطبي، والكشف الطبي بيكون لأي كشوفات، بيكون شوف الدكتور يشوف عندك أي أمراض، اي مشاكل تمنعك ان انت تقدر تتعامل مع الحاله، تقدر تكون ضابط بالكليه الحربيه واي كليه بالكليه العسكريه. فكشف الطب ده بالوقت اعتبر ان انت نجحت بسحب الملف واختبار السمات بالوسط زي ما احنا بنتكلم، لكن ده كان افتراض ومفيش الكلام ده. ودخلت على الكشف الطبي، ينفع ان يكون في طالب بالكليه الحربيه عنده اي مشاكل او عنده اي اضطرابات نفسيه، عنده اللدغه، التلعثم، عنده اي امراض، عنده تقوس الرجلين، تقوس الظهر، ما هوش عنده قدره ان هو يكون ضابط بالكليه الحربيه وتقول ان انت تخش الواسطه؟ اكيد ما فيش الكلام ده. اعتبرنا برضو ان انت نجحت بالكشف الطبي وكل حاجه بقت تمام وقدرت توصل للاختبار الرياضي. هتبدا اول حاجه في الاختبار الرياضي، والاختبار الرياضي بيكون عباره عن مجموعه من التمارين. الضابط اول لما يقول لك قوم ب 100 ضغط، 40 ضغط، 50 ضغط، قوم ب 10 عقله، 20 عقله، وانت ما عندكش اي قدره ان انت تقوم بالتمارين، وكل الطلبه الموجودين معاك بيقوموا بكل التمارين وعندهم لياقه بدنيه، عندهم ثقه بالنفس، انت تيجي تقوم بقفزه الثقه ومش عندك اي ثقه بالنفس، لان انت معتمد على الواسطه ومش عندك اي رغبه ان انت تلتحق بالكليه العسكريه، فاكيد ما يكونش عندك اي قدره ان انت تقوم باي تمارين. لكن هنفترض ان انت نجحت برضه بالاختبار الرياضي ومفيش اي مشكله وقدرت تجتاز الاختبارات زي بقيه الطلبه، ووصلت للكشف النفسي. الكشف النفسي ده بيكون عباره عن كشف عن اي امراض نفسيه او اي اضطرابات، الدكتور هيتاكد ان انت عندك لدغه وتلعثم، كلامك متناسق مع بعضه، كلامك بيدل ان انت انسان عاقل، انسان سليم، ما عندكش اي اضطرابات نفسيه، مفيش اي مشاكل بينك وبين اي حد، ما حاولتش قبل كده ان انت تنتحر، ما حاولتش قبل كده ان انت تاذي حد، سواء كان
صديق ليك او جيرانك او والدك او والدتك، اي حد قبل كده حاولت ان انت تفكر بالانتحار او اي حاجه بتقول ان انت مريض نفسيا، فده بيكون الاختبار النفسي. واكيد ما ينفعش يكون في طالب في الكليه الحربيه وعنده اي اضطرابات نفسيه او اي امراض. فنفترض برضو كليه نجحت بالاختبار النفسي وكل حاجه بقت تمام ونجحت ووصلت لاخر اختبار من الاختبارات هو اختبار كشف الهيئه. وبعد ما وصلت لكشف الهيئه بيكون عباره عن مواجهه شخصيه بينك وبين السيد مدير الكليه الحربيه، بيكون موجود اكتر من لواء. الاختبار ده اول لما بتدخل بيكون موجود كاميرا بتلاقي كل تصرفاتك وافعالك، بتشوف طريقه مشيك، طريقه كلامك متناسق. السيد مدير الكليه الحربيه بيبدا يشوف الملف بتاعك اللي موجود بالملف، درجاتك بالاختبار الرياضي، بالكشف الطبي، بالكشف النفسي، سحب الملف، كل حاجه بتكون باينه قدام السيد مدير الكليه الحربيه قدام اللواء. فدلوقتي لما السيد مدير الكليه الحربيه او اي حد هيشوف ان الكشف بتاعك والملف كله ما تستحقش ان انت تكون ضابط بالكليه الحربيه ومعتمد على الواسطه، هيكون ايه رد فعلك وطريقه مشيك وتصرفاتك؟ اكيد مش هتنجح بالكليه الحربيه ولا انت تستحق ان انت تكون ضابط. هنفترض زي ما احنا بنتكلم ان انت قدرت تنجح بالكشف الهيئه ودخلت الكليه الحربيه وبقيت طالب من الطلبه تقدمين له الكليه الحربيه وكل حاجه بقت تمام، لان انت اكيد بتتكلم في واسطه، مع ان الكلام ده ما بيحصلش، لكن هنفترض كل ده كان افتراضات ومفيش اي حاجه من اللي احنا كنا بنتكلم فيها بتحصل. هنفترض انك بقيت طالب الكليه الحربيه وبعد كده بدات ان انت تكون ضابط الكليه الحربيه زي بقى الطلبه. فانت اول لما بتبدا تكون ضابط بالكليه الحربيه بيكون في وقت تصحى فيه، وقت الاكل، وقت التمارين، وقت تقوم بالمهام بتاعتك، مفيش حاجه اسمها انا تعبان، مفيش حاجه اسمها ما فيش عندك قدره. تقوم بتمارين الضغط زي بقى زمايلك، هتقوم بحاجه انت ملزم بيها وانت ما عندكش قدره، هيكون في دراسه والكليه اللي انت موجود بيها هيكون في عدد محدد من السنوات، وانت كل ده ما انتش متقبله وما عندكش قدره انك تتحمل حاله عسكريه. فاكيد اول لما تكون طالب الكليه الحربيه وما عندكش اي قدره، فانت بتتنقل من الكليه اللي انت كنت فيها اللي هي الكليه الحربيه وكليه الشرطه اي كليه، وبعد كده بتتحول للكليه اللي انت كنت جاي منها قبل كده. والكلام ده كله افتراضات ومش اي حاجه منه بتحصل، لكن عاوزك وانت بتقدم للكليه الحربيه عاوزك تكون واثق من نفسك، عندك قدره كبيره اللي انت هتنجح بالكليه الحربيه باذن الله بعد ما بتجتاز كل الاختبارات، بيكون فيها اعتماد كبير على نفسك. فما تفكرش بالواسطه بالكليه الحربيه او اي حاجه من دياني، حاول ان انت يكون كل تركيزك ان انت تقوم بكل حاجه بالتمارين، تتدرب عليها اكتر من مره في اي نادي. وكده تمام، ده كان موضوعنا الاول اللي هو كان المبلغ اللي بيكون موجود معاك، وده اول واسطه، مع ان الكلام ده كان كله افتراضات ومش اي حاجه منه بتحصل. تعال الموضوع التاني، وهو لو انت تعرف اي حد منصب عالي او حد بالجيش هيساعدك ان انت تبتزل الاختبارات زي بقيه الطلبه متقدمين للكليه الحربيه. والكلام اللي احنا هنتكلم عنه في الموضوع التاني اللي هو المنصب، هو نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه الاول عن الواسطه بالكليه الحربيه، المبلغ اللي معاك نفس النظام. انت ما ينفعش تكون مفيش عندك قدره ان انت تكون طالب بالكليه الحربيه وتتقدم للكليه الحربيه، ما ينفعش يكون مفيش عندك لياقه بدنيه وتقدم للكليه الحربيه. لازم يكون الطالب تقدم للكليه الحربيه طالب عنده لياقه بدنيه، طالب عنده قدرة تحمل، طالب عنده حب وانتماء للوطن. ما ينفعش يكون طالب متقدم للكلية الحربية وهو مع واسطة. أكيد أنت بتقدم بواسطة، ليه اللي أنت تقدم لواسطة؟ أكيد عاوز الناس تكون بتفتخر بيك، عاوز شهرة بينك وبين الناس تقول خلاص ده بقى ضابط بالكلية الحربية. لا، الكلام ده مفيش حاجة اسمها كده، أو ده بيحقق أرباح من الكلية الحربية وبياخد مبالغ كبيرة، مفيش الكلام ده. أي حد ممكن يكون مشهور، أي حد ممكن يكون الناس بتفتخر به باخلاقه باحترامه وتعامله بين الناس، لكن الكليه الحربيه مفيش فيها الكلام ده. الكليه الحربيه عاوزه انسان عنده حب وانتماء للوطن، كل وقته بيضحي من اجل الدفاع عن الوطن، من اجل المواطنين، بيدافع عن اهله، بيدافع عن الشعب، بيدافع عن كل انسان موجود بالوطن. كل هدفه ان هو يكون موفر كل وقته، كل مجهوده، كل حاجه بيقوم بيها ان هو يدافع عن الوطن. ده بيكون الطالب تقدم للكليه الحربيه.
وبكده يكون ده اجابه السؤال، واكيد كل اللي بيتابعنا لنهايه الفيديو يقدر يفهم ان مفيش حاجه اسمها واسطه بالكليه الحربيه او اي كليه من الكليات العسكريه. واتمنى كل طالب من الطلبه المتقدمين للكليه الحربيه او اي كليه من الكليات العسكريه انه يلتزم بكل التعليمات ويحاول انه يبعد عن اي حاجه اسمها واسطه، ويحاول يعتمد على نفسه ويقوم بكل التمارين اكتر من مره ويقدم في اي اكاديميه، ويحاول ان هو يتابع التمارين وكل الاختبارات بحيث ان هو يكون يستحق ان يكون طالب بالكليه الحربيه. وتابعونا في الاختبارات اللي بتكون موجوده بالوصف.